محطات في حياة شمس البارودي. تزوجت مرتين وأنجبت 4 أبناء، وقصة اعتزالها المفاجئ في عز النجومية. ولدت شمس البارودي عام 1945 بالجيزة لأب سوري وأم مصرية من أصل تركي، وشمس البارودي هي خالة الفنانة غدا عادل. تزوجت مرتين، المرة الأولى عام 1969 من الأمير خالد بن سعود لمدة 3 أشهر وتم الطلاق، أما زيجتها الثانية كانت عام 1972 من الفنان حسن يوسف، ولكن تم الطلاق بعد 2 شهر، وحاول حسن يوسف وقتها العودة لزوجتها السابقة لبلبة لكنه فشل. أما شمس البارودي فربطتها خطبة سريعة للمخرج حسام الدين مصطفى، وفجأة عادت الأمور لمجاريها ورجعت شمس البارودي إلى عصمة حسن يوسف ليستمر زواجهم 50 عاما حتى الآن، وأثمر زواجهم عن 4 أبناء هم محمود وعمر وعبد الله ونريمان. في عام 1982 وبعد أن رجعت شمس البارودي من العمرة قررت الاعتزال نهائيا ودون رجعة للفن، وتبرأت من كل أفلامها السابقة. يبلغ عمرها في عام 2023 78.